شلونكم طلاب؟ اليوم راح ناخذ الزينر دايود. الزينر دايود يختلف عن الدايود الاعتيادي. الدايود الاعتيادي بالفورورد بايس يشتغل فقط، بالريفرس بايس ما يشتغل. بينما الزينر دايود، هذا هو شكل الزينر دايود اللي عندكم، هذا الكاثود الجزء السالب، وهذا الانود الجزء الموجب. الزينر دايود بالفورورد بايس مثل ما تشوفون هذا المخطط بين الايد زينر دايود والفي زينر دايود، بالفورورد بايس راح يشتغل حاله حال الدايود الاعتيادي، بس بالريفرس بايس لما نربط السالب مال زينر دايود للموجب مال مصدر والموجب مال زينر دايود للسالب مال مصدر، راح يشتغل عندك كفولتج ريجوليتر منظم للفولتيه. شو وقت؟ بشرط انه التيار الاي زينر دايود ماكسيمم، التيار الدايود ما يتجاوز الاي زينر دايود ماكسيمم. هاي منين نجيب هالاي زينر دايود ماكسيمم؟ نعطيك اياها بالداتا شيت مال زينر دايود. زينر دايود تعتمد على الداتا شيت مالته، يا اما يكون من نوع 5.6 فولت فولتيه الانهيار مالته، او 4.7، او عندنا 10 فولت، هاي فولتيات الانهيار الدايودات اللي عندنا حسب نوع الدايود. بالداتا شيت تلقى فولتية الانهيار مال الدايود، وتلقى الايزت ماكسيمم. من الايزت ماكسيمم ومن فولتية الدايود، وحسب الفي ان المعطات لك راح تختار نوع المقاومة اللي تربطها على التوالي ويا الدايود، بحيث التيار المار بالدايود ما يصير اكبر من الايزت ماكسيمم، وبالتالي يحترق عندك الزينر دايود. فلما اسالك سؤال شلون تحسب لي قيمة المقاومة المطلوبة حتى تربطها على التوالي ويا الزينر دايود، وبحيث يشتغل عندك الزينر دايود كمنظم للفولتية، شو تطبق يا قانون؟ راح تطبق لي هذا القانون. الار اس نعتبرها، الاف الفي اس هي الفي مال سورس مال مصدر اللي عندك، ناقص فولتية الزينر دايود تقسيم الايزت ماكسيمم اللي انطيك اياها بالداتا شيت، والفي زينر دايود هاي هم معطات عندك بالداتا شيت، وفولتية المصدر انطيك اياها. المقاومة الناتجة هي المقاومة اللي راح تاخذها على التوالي ويا الزينر دايود حتى يشتغل كفولتج ريجوليتر. فراح نشوف احنا هنا، انا راح ناخذ قيم مختلفة بالفي دي سي، فولتية الدي سي، وراح ناخذ بمقابلها فولتية الزينر دايود وتيار الزينر دايود، وبعدين تقدرون ترسمون هذا المخطط بالريفرس بايس ريجن. هسه راح نبدي نربط هذه الدائرة بالمختبر. مقاومة 1 كيلو اوم راح ناخذها، زينر دايود، وعندك مصدر دي سي 15 فولت ماكسيمم ليمت سيله. راح نمشي احنا على هذه الحدود اللي عندنا. اخذنا الزينر دايود، هذا السالب مالته، الكاثود دي فوق، الانود دي جوا، حسب الدائره مربوط على التوالي ويا مقاومه 1 كيلو بني اسود احمر. وتجيب الموجب مال مصدر تربطه بحيث يصير من جهه السالب مال زينر دايود حتى يشتغل بحاله الريفرس بايس. راح يجي على السالب مال الزينر دايود، السالب يجي لطرف الزينر دايود الموجب الجراوند. ومننا راح نحسب اول شيء فولتية الزينر دايود، نخلي هذه على الفولتية، هذا الاوفوميتر تبدل لي اياه من هنا على الفي دي سي، تشوف شنو اللي يقرا عندك، تخليه على اطراف الزينر دايود. نبدي اول فولتية 1 فولت، بدي بالافوميتر اقلله، اخليه عند الواحد واحسب البي اوت. مثل ما تشوفون دا يطلع لك فولتية الزينر دايود تقريبا نفسها فولتية الدي سي 1.2. ازيد تكتب لي اياها 1.2. هنا نلقى الفولتية الزينر طلعت عندنا 1.2 فولت. بدل الـ VDC 3، قرأ عندنا هم نفس الشيء 3.3. هاي الإشارة السالبة يعني لازم نعكسها بني الأطراف مالته. قرأ عندنا 3.2 فولت، هاي
بالفولت بالفولت يقرأ تقريبا نفس قيمة الفولتية الدي سي المعطاة إليه. هسه نحول على 7 قرأ 5.9 فولت على 10 هم ثبت عند 5.9 ليش دا يثبت هنا عند 5.9 حول على 12 همين قرأ 5.9 الفكرة انه من وصل فولتية الانهيار للدايود الفولتية اللي يثبت عدها الدايود حتى لو نزيد قيمة فولتية الدي سي هي هاي فولتية الانهيار مع الدايود اذا فولتية الانهيار من هذا الدايود هو 5.9 5.9 فولت. نفس الطريقة راح تحسبوا لي الايزنر دايود اشيل احول الافوميتر الملي امبير التيار ينحسب على التوالي يعني احنا من قسنا البيزنر دايود بهذا الشكل خلينا الافوميتر اذا نريد نقيس التيار راح نفتح هذه الدائرة من هنا نربط عليها اميتر ونرجع نوصل اطراف الدائرة ينربط على التوالي بين المقاومة والزنر دايود مثل راح نشوف نفتح اطراف الدائرة نشيل المقاومة نخليها على اي نقطة عندنا الافوميتر نشيله نخلي طرف على المقاومة وطرف على الزنر دايود هسه نحوله على اي دي سي نفس الطريقة راح تقيسوا لي رجعوا لي رجع من الواحد شقرة صفر زيد لي على 3 همينا يقرأ 0 على 7 1.3 من عبر فولتية الانهيار يلا بدأ يقرأ التيار من يعبر فولتية الانهيار مال زينر دايود يلا يبدي يقرأ لك 1.3 طبعا بالملي امبير القراءات بالملي امبير عند 10 وهكذا أربعة بوينت أربعة ملي أمبير وعند 12 يقرأ لك 6.5 ملي أمبير تأخذون قيم الفولتية مع الزنر دايود وقيم التيار تربطوهن ترسموهن على ورقة بيانية راح تطلعوا لي هذا الشكل هو شكل فولتية الدايود والتيار بالريفرس بايس ريجن